الحقيقة بعد عدة مقابلات تفهم الموقف كويس السيد رئيس المصلحة، وبالتالي تكونت لجنة رباعية فنية على أكفأ مستوى، صدرت 7 خطابات لهذه المشاريع برفع الضرائب العقارية عن الفترات بتاعة ما بعد السيول والتوقف والدمار والخراب لهذه المنطقة. طبعاً ما وصلنا له، إحنا بنشكر طبعاً السيد معالي نائب وزير المالية، وبنشكر سياسة الخطوات اللي ما كناش في منتهى الصراحة حقيقة متوقعينها، لكن ده اللي حصل. وأنور بيه فوزي رئيس المصلحة، وكذلك كمان اللجنة الفنية اللي طلعت على منطقة نويبع وطابة. في الحقيقة كان عندي مشكلة كبيرة جدا مؤرقة قطاع كبير من أصحاب الفنادق في قطاع نويبع طابة، إن بكل أسف القطاع تعرض لمشاكل قوة قهرة، طبعا الثورات والكوارث الطبيعية اللي هي السيول في 2014، الثورة طبعا في 2011 أثرت على قطاع السياحة بشكل صعب جدا، وجت للأسف يعني طبعا كورونا وفيروس كورونا، واللي حصل فيه طبعا السيد رئيس مجلس الوزراء تفضل مشكورا وأعفى الفنادق من الفترة أو أجل التزامات بتاعت الفنادق في الفترة دي. ففي الحقيقة عرضنا الموضوع وقدمنا طلب لمصلحة الضرائب العقارية والأحمد بيه كوجك ان هو يسمعنا ويشكل لجنة. كان كل طلبنا ان هو يشكل لجنة من مصلحة الضرائب العقارية الام اللي هي في القاهرة عشان تشوف الوضع على الطبيعة هناك. فاللجنة تفضلت مشكورة وشافت الفنادق فندق فندق، وكان في منتهى الحيادية، وادت للمستثمرين وحقيقي ادتنا امل ان مصر بخير، وان ناس محترفين وفاهمين شغلهم وفاهمين قانون، وفي نفس الوقت خايفين جدا على مصالح المأمورية، وخايفين جدا على اموال الدولة، وحريصين جدا جدا عليها، بس حاولوا يسمعونا وحاولوا يشوفوا الواقع على الطبيعة. ودي كان بصراحة حاجة جديدة جدا ان مسؤول يشوف الواقع على الطبيعة ونحاول نعمل موائمة. فأنا على الحقيقة ليا تجربتين مع الضرائب العقارية، ما قبل وما بعد. ما قبل ان كان الصورة مش واصلة للناس بشكل صحيح، فكانوا فاكرين ان المنطقة هناك يعني بتشتغل كأي منطقة سياحية مفروض تكون، لكن الحقيقة الحمد لله لما جينا وتوجهنا للمسؤولين فتجاوبوا معانا جدا، وبعتوا معانا لجنة، الحقيقة لجنة في منتهى الموضوعية وناس بروفيشنال جدا، وجوم شافوا الأماكن والحمد لله حلوا مشكلتنا، والحمد لله يعني احنا دلوقتي في طور التنفيذ بإذن الله. عشان كده أنا شايفة إن الحكومة فعلا ابتدت تمد إيدها للمستثمرين علشان يطلعوا من العصرة اللي احنا كنا واقعين فيها. جايين النهاردة وزارة المالية عشان نتقابل بخصوص عدة حاجات، ازاي كيفية اعادة تشغيل قطاع نويبع طابة، وازاي نحل التراكمات اللي موجودة. اللقاء النهاردة كان مثمر جدا، وشفنا تفاهم جامد جدا. بنشكر كل اللي قعدوا معنا من اول استاذ احمد كوجك والاساتذة كلهم اللي كانوا مجتمعين معنا. بنشكر اللجنة اللي جات شافت على الطبيعة وشافت الامور عندنا. احنا النهاردة كنا في اجتماع مع جمعية مستثمري طابة ونويبع وبعض أصحاب الفنادق اللي كانت متضررة من السيول، عشان بنأكد على حل جميع المشكلات اللي كانت بتواجههم هناك فيما يخص الضرائب العقارية، اللي بالفعل تم رفع الضريبة عن بعض المنشآت اللي فعلا ثبت من خلال اللجنة وأعمالها اللي نزلت وانتقلت بالفعل لمحافظة جنوب سيناء، وعينت جميع الفنادق المتضررة من سيول 2015. وتم التعامل مع جميع الفنادق، مش بس اللي قدمت شكاوى، لا الحقيقة اللجنة ما اقتصرش عملها لده. وفقا لتكليفات رئيس المصلحة كان الغرض من اللجنة ان هي تعالج جميع المشكلات بغض النظر عما اذا كانت اصحابها التجأوا للشكوى من عدم، وكانت مرفوع تقرير شامل بكل تفصيلات المشكلة وسبل معالجتها للقيادات بوزارة المالية. والنهاردة احنا بنأكد على حل المشكلة، والمصلحة على أتم الاستعداد للتعامل مع أي مشكلة بتواجه أي مستثمر أو حتى مواطن عادي في اللجوء للمقر للديوان العام للتعامل معها بشكل فوري وسريع بما يحقق روح القانون ورضاء المستثمر والمواطن عن الضريبة اللي بيأديها.